المزرعة كان فيها مشاكل ملوحة، كان فيها مشاكل حشرات، كان فيها مشاكل عفن هبابي، كل مشاكل المانجا اللي موجودة في مصر كانت موجودة في المزرعة دي. أيوه. طيب عملنا إيه وأنقذناها إزاي وفي مدة قد إيه وإزاي رجعناها للإنتاجية دي؟ الأول بشكرك وفريق جدعان في متابعة قصة النجاح بتاعتنا في الزراعة الحيوية. المزرعة دي ملك مهندس محترم قوي، مهندس كيميائيات عايش في أمريكا، اسمه مهندس يحيى فرج. هو كلمنا من حوالي 7-8 شهور، وهو صراحة بيستغيث إن المزرعة مش منتجة وبقى 15 سنة كده، إنتاجيتها متدنية جدا، الفدان ممكن يجيب طن بالعافية، أمراض كتير جدا، العفن النبابي كده يقضي عليها، وهو كان واخد قرار إن يشيل جزء كبير من المزرعة. يا في العمر ده؟ العمر ده إنها مش منتجة مكلفة جدا، بيصرف كتير ومفيش عائد. اللي عملناه بعتنا تاني يوم فريق إنتاج عندنا، إحنا عملنا في الشركة عندنا فرع كبير قوي حلو مهم قوي، تأهيل المزارع الغير منتجة اقتصاديا وتأهيلها لرجوعها لإنتاج اقتصادي. حلو ده. وعينت مجموعة شباب علمتهم كويس قوي في تخصصات مختلفة في الزراعة، اللي محاصيل وبساتين وأمراض ووقاية ومبيدات وأراضي، بحيث كل التخصصات يبقى عندنا تخصص كشكول كبير جدا في الزراعة. في المزرعة دي بدينا برنامج المكافحة قبل برنامج التسميد، لأن عندنا عفن إبابي وكان داخل على شهر فبراير، وقدامنا شهر ونص على التزيير، خلاص خلصنا على العفن الإبابي بنتيجة تصل ل 90-95% في حوالي 40-45 يوم، فبدينا برنامج التسميد على طول. واحد معلش، العفن الإبابي ده من أخطر أمراض اللي بتدمر إنتاجية المزارع. تمام. طيب يعني إيه شلت العفن الإبابي من الشجر، عملنا إيه؟ اللي عملناه كان عشان نرد على العفن الإبابي بطريقة علمية، أما قضينا عفن الإبابي بدينا برنامج تسميد. برنامج التسميد بتاعنا نعتبر إحنا بدينه في نص السيزون الثاني، هنفوت نبتدي تسميد المانجا، بنلغي موضوع تعطيش الشجر، ودي غلط كبير جدا، عايزك برضو تناوله. التسميد الكيماوي في المانجا الناس شغالة على ممارسات زراعية بقالها 40-50-60 سنة ملاش أساس علمي، الناس بتصوم مانجا 90-100 يوم، وده يعرض الشجر في موجات الصقيع لفقد كبير جدا في المحصول. الحقيقة مش كده، احنا بنعمل جرعة مخففة من نوفا بلس كل فترة 10-15 يوم عشان أخلي التربة دي نشطة عشان ما جسم بالتاني في, 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 في بداية السيزون. فبنيجي في شهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر ونص يناير بنلغي احنا التصويم نهائي، وندي جرعات منشطه من نوفا بلس السنه اللي فاتت، او الجهد اللي عملناه الفتره اللي فاتت دي عشان نتخلص من العفن الهبابي ده اساسي، وجسد وتريبس. ايوه حشرات دول موجودين دلوقتي، المفروض يبقوا يكون. أيوة. لو بننزل اي مزرعه اتصل اي حد في الوقت ده مش موجودين، واحنا في انت لو حطيت درج جوه شجره هتطلع بالحشرات، واحنا في نص سبعه. وانت دخلت في اي شجره تاني كيماوي ده صحيح عنده اصابات حشريه ويروت طري ورش كتير. وده يسبب لنا اكوميليشن وبدات في الثمار، خد بالك برضو. تخيل مصر دولة شرق أوسطية الوحيدة من أول البحرين لغاية المغرب فيها المانجا، تركز معايا في دي قوي. تن اقتصادي الزراعي مصر يا أستاذ غانم مش أقل، لأن اللي بقول لك حضرتك مسؤول، مش أقل من 3 مليار دولار كمان المانجا بس. ليك تتخيل كمان إن عندها 30 ألف فدان مانجا في أسوان، بينتجوا ما يقرب 120-130 ألف طن مانجا بناكلهم محلي، فإحنا سابقين السوق من نص مارس أول إبريل لغاية أول أكتوبر، 6 شهور اوروبا عايزه المانجا دي بسعر عالي جدا، بس بشرط ان انا ايه، انا اعمل ارشاد حلو للمزارعين زي ما احنا عاملين كده للناس. برنامج حضرتك بيساهم كبير جدا في نقل التكنولوجيا الزراعي للناس، كل المزارعين بيطبقوا التعليمات دي وبيعملوها، بس اللي بكلم حضرتك 1,200,000 طن، ده انا عايز بس نصدر 300,000 طن في اول سنه.